ما زلنا بنعاني، وبنعاني مع الكابتن رضا عبد العال. والفقره دي هي هتلخص قصه حياتنا مع الكابتن الفقرة رضا دي عبد نقلة العال. حضارية. يعني هتلخص قصه حياتنا مع الكابتن رضا عبد العال، وهتلخص قصه حياه الكابتن رضا عبد العال مع الاعلام والميديا، اللي هو ايه؟ انا النهارده بسم الله الرحمن الرحيم هقول اي كلام، بكره بسم الله الرحمن الرحيم هقول اي كلام تاني بس عكس الكلام الاولاني. فمش هتلاقي لي كلام منطقي، مش هتلاقي لي كلام موضوعي، مش هتلاقي لي كلام حتى فيه يعني احترام لكلمه رياضه. فالكابتن رضا عبد العال زي اللي قدله كثيرا جدا بعد تصريحات عبد الله السعيد لاحد المواقع، وما عندناش مشكله ان عبد الله السعيد يصرح لاي موقع ويستغل كل وسائل الضغط من اجل يعني الانتصار لقضيته، واحنا نفس الكلام، النادي الاهلي بينتصر لقضاياه خاصة لما بيشوف ان القضايا دي عادلة. لكن تناول القضية دي بالشكل اللي ممكن نشوف عليه الكابتن رضا عبد العال، لا ده لازم معاه وقفة. خلينا نطلع كده نتفرج على قصة حياة الكابتن رضا عبد العال اعلاميا في قضية عبد الله السعيد، وناخد اول فيديو معانا ونرجع نعقب. الشجاعه برضه كان في ضغوط، كان في ضغوط ساعتها، ما تتكلمش ما تتكلمش. ضغوط من مين يا كابتن؟ هو دلوقتي الدنيا ما فيهاش ضغوط فبيتكلم خلاص، يعني الضغوط اتشالت الوقت، فالراجل طلع بالتصريح. بيطلع بيتكلم بقى الحقيقه. طب ما هو غلطان يا كابتن. ليه غلطان؟ في غلط. بتطلع بتبرر. طب وانت عايز تبطلني ليه كوره؟ مش هيبطله يا كابتن. انت كنادي اهلي عايز هو لو مضى في الزمالك انت في الزمالك خلاص امشي. تبطيل يا كابتن مالهاش دعوه بالتبطيل. المحاربه اللي هو بتاع التصريح، النادي بيبحث عن مالكش حق، خلال شروط جزائيه مالكش حق يابا، مالكش حق. ما انت لو نقول يا كابتن بص القضاء او يا حبيبي القضاء بتاعك قال لك لا خلاص. انت دلوقتي احتكمت لمين؟ للكاس، لمركز التسويه، للكاس. الكاس مركز التسويه ده هنا في مصر، مع مركز التسويه خلاص يبقى احنا دلوقتي القضيه في الكاس، ده اسمه مركز التسويه عشان يسويناها. انما هي دلوقتي راحت للكاس، دي اعلى حاجه محكمه رياضيه دوليه في العالم بالنسبه للرياضه. ما اقتنعش بالكلام بتاع بس لسه يا كابتن، لسه قضيه، لسه يا حبيبي ما اقتنعش، يتم البت فيها يعني لسه. صح يا جماعه، في شهر 5 تقريبا حاجه زي كده هيتم البت فيها، ما اعرفش يعني التاريخ، بس اكدوا عليا. عارف لما تبدا تجيب فيديو للكابتن رضا عبد العال، المسابقه اللي ممكن يكون الفايز فيها عباره عن فاي اللي هو ما فيش اصلا، هو انك تطلع جمله صحيحه من اللي اتقالت من الفيديو اللي انت سمعته ده، مش هتلاقي ولا جمله صحيحه. مبدئيا بدا يتحدث عن ان النادي الاهلي انت بتبطله كرة ليه؟ طب يا كابتن رضا، هو انت تعرف اصلا ان قضيه النادي الاهلي مع عبد الله السعيد ممتده بقالها 4 مواسم؟ يعني هل انت عندك المعلومه دي؟ طيب الاهلي هيبطل لاعب ازاي كوره وهو بيلعب بقاله 4 مواسم مع فريق بيراميدز، وسافر لاعب مع اهلي جده وفسخ التعاقد ورجع؟ القضيه ابعادها باختصار شديد يا كابتن رضا عبد العال، ان في عقد شريعه متعاقدين، وفي طرق مشروعه بيلجا لها الطرفين. النادي الاهلي وقع مع عبد الله السعيد ونادي اهلي جده تعاقد ثلاثي ان ما ينفعش يرجع تاني للدوري المصري في حاله الا قبل عدد من السنوات معين، تمام؟ وافق اللاعب، وافق نادي اهلي جده، النادي الاهلي وقع، بقى فيه عقد. اللي حصل ايه؟ حصل من وجهه نظرنا بعض الشيء ان في تحايل على البند ده، حصل فسخ التعاقد ورجع عبد الله السعيد وبقى له 4 سنين. فانت يا كابتن رضا طالع بتقول ان النادي الاهلي اللي بيطالب بحقه واللي هيسال امام اعضاء جمعيه عموميه لما يتقال فين حق النادي الاهلي في قضيه عبد الله السعيد، وانا هنا مش بقول قضيه عبد الله السعيد هيحكم لصالح النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي، لكن انت كنادي اهلي مطلوب بدور تقوم بيه، الا وهو انك تتقدم بشكوى ضد اللاعب في كل الجهات اللي ممكن تتقدم بشكوى ليها. ده اللي عمله النادي الاهلي. هل عبد الله السعيد بطل كره؟ ما حصلش. رقم 2، هو عبد الله السعيد اللي هيكون موجع للنادي الاهلي ولا ابن النادي الاهلي او احد ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي زي رمضان صبحي؟ النادي الاهلي لاحق رمضان صبحي؟ بطل رمضان صبحي كره؟ اشتكى رمضان صبحي؟ لم يحدث. ليه؟ لان كان في عقد شريعه متعاقدين، النادي الاهلي كان جايب رمضان صبحي على سبيل الاعاره، انتهت الاعاره، رمضان صبحي وقع لنادي بيراميدز. هل النادي الاهلي قاضى رمضان صبحي؟ حاول يبطل كره رمضان صبحي؟ ما حصلش. مين بقى اللي ممكن يكون بيعمل كده فعلا وعايز يبطل لعيبه كوره؟ ايوه، هو الكابتن رضا عبد العال اللي بيطلع يجيب اللاعب الارض، وفعلا بيبقى انتقاداته لاذعه جدا ضد اللاعبين، ويمكن حتى في كل الانديه مش بس في الاهلي. ده مسك طارق حامد قبل كده كان حرفيا عايز يبطله كوره. الكابتن رضا عبد العال جاي يتكلم عن النادي الاهلي ان هو عايز يبطله كوره. الكابتن رضا عبد العال اصلا مش عارف القضيه بتنظر فين. الكابتن رضا عبد العال بيشكك في القضاء المصري، بيقول لك مركز التسويه سويناها. يعني ايه سويناها؟
انت لو مش هتتحاسب على انك بتتكلم عن النادي الاهلي، انت المفترض على شاشه واعلاميا تتحاسب على انك بتشكك في احد يعني القضاء او احد المراكز المسؤوله عن الفصل في القضايا، اللي بوضوح شديد جدا هيكون ليه دور كبير جدا جدا الفتره القادمه، وبيتم سن قوانين وتشريعات داخل مجلس النواب بسبب مركز التسويه. فحضرتك تيجي بمنتهى السلاسه ومنتهى البساطه تقول اصل مركز التسويه سويناها؟ بص، اللي مزعلني في الكلام يا اسامه، كم مره احنا هنا قلنا كابتن رضا لازم يتحاسب، وللامانه احنا عرضنا مواد في القانون بتجرم التنمر وبتجرم الإساءة، وجبنا مقاطع صوتية فيها تنمر على الجسد والشكل والجنسية وكل أنواع التنمر اللي بتنطبق عليها المواد دي، وكابتن رضا قلنا متى يحاسب كابتن رضا اللي بيخالف كل معايير إعلامية. مش معقول يا جماعة، مش معقول إن احنا كل مرة نشوف حد بيطلع على الهوا بيتعامل ان هو قاعد في مصطبة بيقول اللي هو عايزه، وانا بعني اللفظ اضرب اي كلام في اي حاجة واقول اي مصطلحات مش هتحاسب عليها، هو ده اللي بيعمله. وقصة تضرب ولاقي وسخن الفقرة، يا جماعة هذا النوع من الاعلام الرديء اللي بيقدمه كابتن رضا عبد العال انا الاوان ان هو ينتهي. وانا بشوف ان النادي الاهلي لما يتقال انه بيبطل لاعب كرة، النادي الاهلي يا جماعه المبادئ لا تتعارض مع ان هو يسعى لحقوقه القانونيه. انا حطيت بند في عقد ثلاثي مضى عليه اللاعب، مضى عليه النادي الاخر، وانا مضيت عليه كنادي اهلي. لما البند ده يتم مخالفته هو تقصير في حقوق او تقصير في حقوق النادي الاهلي القانونيه، ان اداره النادي الاهلي تتجاهل هذا البند، هي تسعى وراء البند ده. لا حاولت تشوه اللاعب على المستوى الكروي، اللاعب لما راح دخل نادي المئة وهو في نادي بيراميدز بيلعب كل ده في نادي بيراميدز، والإعلام كان بيحاول ينجمه ويحوله لأنه هو اللاعب الذي خرج من نادي الأهلي ووصل التألق، حاجة تخصه، حاجة تخص النادي اللي بيلعب فيه. ولكن ليه ما بشوفش كابتن رضا بيطلع في استوديو ويتكلم عن فكرة كهرباء لو بنتكلم عن حد بيتبطل كورة، ولكن نادي الزمالك بيسعى لحقوق قانونية، هو شاف ان هو عنده بنود في العقود تخليه كده. كهربا شايف من جهته ان لا، العقد كان فيه امور اخرى والعقد كان توقيعه في توقيت مختلف وامور، خد اجراءاته القانونيه. حصل النادي الزمالك على حكم كهربا مطالب بمبلغ مالي، كهربا نتيجته ما بيلعبش كوره. ليه يا كابتن رضا لو هنتكلم بالمنطق ده اولى ان انت تطلع تقول ان كهربا اللاعب صغير السن، مش اللي كابتن عبد الله السعيد يعني ربنا يديله العمر مكمل في الملاعب لسن كبير جدا، كهربا لسه في بداية أو في مشوار كروي في منتصفه، وما سمعناش مرة حتى من الوازع ده لو أنا هصدق فيك قوي إن أنت حد قلبك على اللعيبة قوي، ده أنت ما قلتش مرة كهربا هيبطل كورة. اتعاملت إن ده أمور باللائحة والقوانين والأحكام القضائية أو سواء خارجية في اتحاد دولي أو غيره، وخلاص اتعاملت إن دي أمور خاصة. تعال بقى نشوف الجهات اللي هنا بتاخد إجراء أو بتقول رأي في قضية زي مركز التسوية والتحكيم، كلام كابتن رضا ونظرته عليها إزاي، عشان نشوف الصورة كاملة. نطلع ونشوف الفيديو. القضايا اللي هو كان رافعها عليه يعني ما توديها للجنة الأولمبية اللي هو اسمه إيه التسوية دي؟ مركز التسوية. وعايز تاخد منه 2 مليون دولار، ليه يعني؟ ما أنت سايبه فري. هو مين اللي ضربك على إيدك وقلت له لا أنا مش عايزه يروح فنلندا؟ وبعد كده يروح اهلي جده، وبعدين قال لك في الكلام ان هو ايه كتبه في العقد ان هو ما يرجعش يلعب غير للنادي الاهلي في مصر. لا انت، انا حر، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. بس العقد يعني ما فيش الكلام ده، ما لو في الكلام ده كان حكم للنادي الاهلي. يعني لو في حكم يا كابتن اهو. يا عم سيبك من اللي هنا، سيبك من اللي هنا، احنا عايزين الحق اللي بره اللي ما يعرفكش ولا يعرفني. ده قال لك على كل ما فيش الكلام ده. احنا هنا بنكتب بمزاجنا ونعمل بمزاجنا وبيدوك عشان يجاملوك. يعني انت شايف مركز التسويه بيجامل النادي الاهلي؟ ما هو مش محترفين بيه بره، مش محترفين بيه ليه؟ هو جامل النادي الاهلي في الموضوع ده، واخد بالك؟ لان مش من حق النادي الاهلي كان ياخد منه فلوس. هنا يا جماعه لما احنا بنقول لكم يعني ده فكره حتى التراث الشعبي اللي فيه موضوع المصطبه اللي الناس بتقعد تتلاقى عليها وتتكلم عليها، بيكون الكلام منضبط بامور شخصيه، ولكن ان اعلاميا
إعلاميا في قناة يطلع يتم الإساءة لهيئة معتمدة أصلا في اتجاه داخلي هنا أن تاخد صلاحيات أكبر وتحل نزاعات رياضية أكبر ويكون لها دور أكبر. اتفرج يا أسامة إزاي في السعودية بينظر للجان الداخلية يا أسامة اللي بتفض منازعات وأحكامها عاملة إزاي. شوف إزاي بينظر في الرياضة السعودية أو في الدوري السعودي لأحكامها وآرائها وتدخلاتها القانونية، إزاي بيتم الحديث عليها بمنتهى يا أسامة التحسس لازاي كلمه تتقال او حاجه تتقال. انما يخرج حد يشكك في التوجهات ويشكك في مجامله نادي اهلي ويشكك ان في رغبه في مجامله النادي الاهلي، يا جماعه الجهات دي انتصرت لنادي الزمالك على كابتن احمد الشناوي في احد القضايا، ليه ما حدش اتكلم؟ حارس المرمى عادي جدا يا جماعه، الناس بتحترم، انت بتروح باوراقك وموقفك القانوني مهم، خلاص موقفك القانوني ودي جهه موجوده، انا لو ما لجأتلهاش وهي اسامه موجوده وتقدر تنصفني يبقى انا اللي مقصر بالزبط. يبقى اللوم مش على النادي الاهلي، واذا كان في جهه اختصاص لازم يتم احترامها. يا جماعه مش سهل ان يطلع تناول جهات موجوده رياضيه بهذا الاسلوب، خصوصا لو لها خلفيات احنا كلنا عارفين ان هي بتسعى لاصلاح الرياضه المصريه وان يكون في انضباط وان يكون في علاقات منظمه ومحدده ما بين اللاعبين وبين أندية وما بين الاتحادات أيضا. فلا يليق أبدا 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 أن يكون الكلام بهذا الشكل إعلاميا يا أسامة. مركز التسوية فارس، لو تتذكر في وقت اللائحة في عهد المهندس محمود طاهر، مركز التسوية أصدر أحكام كانت مش في صالح النادي الأهلي، ده حقيقي، ومحدش طلع شكك في مركز التسوية ولا اتكلم عن مركز التسوية. ولما نبدأ نطلع نشكك بالشكل ده يعني والله حتى ولا كلام المصاطب بيتقال عليه كده، يعني اللي بيقول الكابتن رضا عبد العال يعني يتنافى مع كل الاداب العامه مش بس الرياضيه، وخلاص زي ما قلنا مش هنقعد نقول حاسبه الكابتن رضا، احنا مش هنتكلم عن حساب، احنا ما يعني احنا بنعرض وبنستعرض الامور بشكل واضح، وهنا بندافع عن حقوق النادي الاهلي اللي الكابتن رضا عبد العال مش مستوعبها، برغم ان هو هيوصل في النهايه لما ناخد الاحداث كده بالتسلسل ان هو اللي بيرد على نفسه. خلينا الاول نشوف وجهه نظر الكابتن رضا عبد العال في قصه النادي الاهلي وعبد الله السعيد من ناحيه المبادئ، نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الراجل رجع وخلاص وهيبدا مع النادي الاهلي العنجهيه والعجرفه، لا مش عايزينه يطلع بره. دي ما بتسميهاش المبادئ بتاعت النادي، مفيش حاجه اسمها مبادئ. وجود النادي الاهلي فيه عنده رولز معينه، مفيش حاجه لو عمل كده صلى على النبي. لو عندك مبادئ مش هو راح الزمالك ما ولا فكر فيه، لو انت بقى بتتكلم عن مبادئ بجد صح ولا غلط؟ انت فكرت في نادي تاني ما تجيليش حتى لو انت ميسي، مش عايزك، صح؟ صح ولا غلط؟ انا بسألك. لا ما انا بقول، اصل انت هترجع وتقول لي المبادئ والقيم، مفيش الكلام ده. انا بقول لك اهو مبادئ وقيم، لما عمل الحركه بتاعت امضاء وتوقيع لنادي الزمالك وربنا ما يلزمنا. عارفين الابتزاز بقصه المبادئ؟ ده اللي بيعمله بالظبط الكابتن رضا عبد العال، والغريب ان هو يعني بيسال السؤال للكابتن محمد فاروق وكابتن محمد فاروق مش هيلاقي رد، مش هيعرف يرد عليك، هو الكابتن محمد فاروق بيزقك لسكت ما يمكن دي المبادئ، فانت عشان تقول ايه؟ لا ده مش مبادئ، ده عنجهيه وايه؟ وعجرفه. بيتكلم عن النادي الاهلي بالشكل ده وهو مش مقدر ان هو جاء ارتدى تيشيرت النادي الاهلي بناء على رغبه منه شخصيه، بناء على رغبه منه انقذوني مما يحدث معايا في نادي الزمالك وتعالى وقع، طب وقع امضي، كل شيء كان بيتم برغبه من الكابتن رضا عبد العال. والنادي الاهلي احتضن رضا عبد العال وعمل تاريخ لرضا عبد العال، بالتاكيد هو لعيب كبير، وانا بالنسبه لي بشوفه من على سكه الموهبه وقصه الموهبه، راجل بصير يوصلك للجون من اسهل مكان وله تاريخ، ولكن في النهايه انت جيت للنادي الاهلي برغبه منك، فعلى الاقل قدر السنوات اللي انت عشتها في النادي الاهلي. لا يا سيدي مش هنقدر السنوات دي، خلينا نتكلم بشكل بدون اي تقدير لاي شيء. النادي الاهلي بتبتزه بمبادئه عشان انا اسف ناخد مواقف ساذجه؟ يعني ايه؟ هو عبد الله السعيد لعب يوم بعد ما مدد عقده مع النادي الاهلي؟ عبد الله السعيد مدد عقده النهارده مع النادي الاهلي كان تم اعلان الاستغناء عنه او بيعه وعرضه للبيع مباشره، فازاي بتقول ان ده يتعارض مع مبادئ النادي الاهلي؟ لا، مبادئ النادي الاهلي انت حبيت تروح تلعب جيم من ورايا وحبيت توقع للمنافس عشان تظهرني انا في صوره الضعيف اللي مش واخد باله اللي انت بتتفاوض من وراه وعادي جاي بتكمل معايا وخلوا الموضوع طايل كتمان، الموضوع انا عرفته، فمن حقي بقى ان انا اتصرف وفق الياتي انا عملت ايه؟ لا انا جبتك مديت تعاقد بعتك وكمان
اعلنت الاستغناء عنك، انت ما لبستش شيرت النادي الاهلي، وده كان بيتسق بالمناسبه مع موقف جماهير النادي الاهلي في احد المباريات، اعتقد منانا الجابوني، كان الحديث واضح. فقصه ان انت تبتزني بمبادئي، فان انا اخسر حقوقي، اخسر حقوقي في لاعب اسيبه كده يروح للمنافس، طب ما المنافس ده في قضايا كتيره جدا كان عارف ان في لعيبه هتيجي النادي الاهلي كان بيجمدها. بس احنا اللي بس بنبتز بالمبادئ، احنا عارفين مبادئنا كويس قوي وعارفين احنا بنتعامل ازاي، ومحدش هيبتزنا بمبادئنا عشان نظهر في صوره النادي الساذج اللي بيتنازل عن حقوقه، ده مش هيحصل ابدا، لان النادي الاهلي عمره ما هيكون كده ابدا. بص يا اسامه، احنا اكيد مش مستنيين كابتن رضا يعرفنا مبادئ النادي الاهلي، هو كابتن رضا هو اللي عنده المشكله، لان هو لا يدرك شيء عن مبادئ النادي الاهلي. اللي كابتن وائل الاباني، كابتن شيكابالا، كتير جدا من اللاعبين، كابتن ايمن حفني كان ماضي، غيرهم كتير جدا بقى، مش عايزين نقف عند الاسماء، احنا عايزين نقف عند الفكره. كل دول قالوا يا جماعه احنا عايزين نروح نادي الزمالك، او مش عايزين نستكمل توقيعنا او عقودنا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي تعامل معاهم بكل احترام، اتفضلوا. ويمكن صفحات من تاريخ النادي الاهلي كانت لسه منزله مقال يخص كابتن وائل الاباني، وازاي هو اصلا الراجل بيتكلم عن النادي الاهلي، ازاي كان بيتعامل معاه، وازاي قال له اتفضل روح نادي الزمالك، وكان بيدلل على الاحترافيه. فالفكره وائل الاباني يا فارس استلم 100,000 جنيه مقدم تعاقد، وفي لعيبه يعني النادي الاهلي اداله رجع له عقوده قبل ما ياخد ال 100,000 جنيه، وده حكاها وائل الاباني بنفسه. وبالمناسبه مش لعيبه اهلي وزمالك بس، كابتن حمزه الجمل كان جاي في التسعينات، وكابتن صالح سليم الدنيا اتقلبت في الاسماعيليه، شكرا مش عايزينك. ده حقيقي. وهي الفكره بقى في ايه؟ وكابتن رضا اصلا يعني من 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 ذي قبل، بس الفكره ده مبادئ النادي الاهلي اللي خليته يعمل كده. طب الموقف، وفي حته جدا مهمه لازم نقف عندها واسامه اتكلم فيها اكتر من مره، وهي موضوع ان مبادئ النادي الاهلي يا جماعه مش معناها ان تعالوا الراجل اللي عنده مبادئ اهو تعالوا نضحك عليه، لا طبعا. مين قال لك كده؟ مين قال لك ان مبادئ النادي الاهلي تدعو ان انت تسخر مني؟ لاعب قال في حواره جمله مهمه جدا يا اسامه ناس كتيره ما وقفتش عندها، وهي اصل انا لو كنت قلت ان انا موقع للزمالك كانوا هيجمدوني. ده معناها ان انت لم تكن صريح، ان انت ما طبقتش اصلا القواعد اللي بتقول في ان النادي اللي بيفاوض لاعب خلال فتره السماح الست شهور يخطر النادي الاخر، هو حد اخطرنا؟ ده احد المسؤولين طلع على الهواء يبارك للكابتن عادل القيعي التجديد والتمديد لعبد الله السعيد واحمد فتحي، وانتوا فاكريننا ايه؟ انتوا فاكرين ان اللاعب يتعاون مع نادي عشان يتقال صفقه القرن وتعالوا اهو ضحكنا على الناس اللي عندهم مبادئ، تعالوا يا ابني اضحك على نادي الاهلي اللي عنده مبادئ؟ لا طبعا، المبادئ قبل ما هي بتحميك بتحميك من الاخرين، ده معنى المبادئ. مبادئ النادي الاهلي زي ما هي بتحميك داخليا تحميك من استغلال الاخرين للمبادئ. فمبادئي ان ما يتمش استغلالي وان انا اتحول لاضحوكه، ان كان بيتبارك لنا على الهوا بالتجديد للاعب هو بقى في نادي الزمالك، واللاعب يتعاون على فكره ان انا بقول ان انا ما اعلنتش عشان كانوا هيجمدوني. اذا اللاعب اللي اتقال له مره ولا اتنين انت بتتفاوض ولا موقع؟ لا بتفاوض، وهو موقع في نادي تاني. لا مبادئي ما تخلينيش اطلع في نهايه المشهد الطرف اللي الجميع بيضحك عليه، مش دي المبادئ. المبادئ اللي تخليني احمي صورتي واحمي نفسي بان اللاعب ما انتقلش بالطريقه اللي كانت غير صريحه وغير امينه وبالتالي طبعا وغير احترافيه، وقلنا مخالفه للوائح، وبعد كده بالسلامه، انا مش عايزك تلعب عندي يوم. ففكره ما هو انت لما انت مش عايزه خليته ليه؟ ما انا لو عايزه كنت لعبته، انا ما لعبتوش بعد كده، وفعلا استغنيت عنه، ولكن استغنيت عنه بالطريقه اللي ما تطلعنيش الناس تضحك عليها في الاخر، وده اللي البعض مش فاهمه، لان مبادئ النادي الاهلي ليها انياب.